السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة الريفيو بتاعنا عن كتب الجولي فونيكس. كتب الجولي فونيكس مجموعة كبيرة جدا من الكتب. هنا هو ده ليفل 7 و6 و5 و4 و3، يعني بصوا كل مجموعة متكونة تقريبا من 7 كتب. اهو دي كتب اسمها كتب الورك بوك، وبعدين في مجموعة كتب اسمها الفونيكس اكتيفيتي بوك، وكمان في مجموعة في وسطهم اسمها البابل بوك، ودول من 3 كتب. وفي كتاب اسمه الجولي سونج، دي فيها اغاني، وده مش عارفه اسمه ايه، سونج او ساوند، اسفه، لايك فن. كبيره يعني المجموعه، كبيره قوي. انا هقفل الكشاف، المجموعه كبيره قوي. ويعني ايه، تعالوا نفتح اول حاجه وهي الفونكس اكتيفيتي بوك دي. اهي اول حاجه هنا بادئ لي، مش عارفه ليه بادئ لي من حرف الاس، اهو تقريبا انا كده ابتديت غلط، مش عارفه، بس هو ده الكتاب ليفل 1، ده حرف الاس اهو يا جماعه، وجايب لي شكله، وبعدين حرف الاي والتي والاس تاني، وبعدين الاي والبي، ودي شكل الكتب من جوه. المجموعة دي بتتكون من 7 كتب، ده الكتاب رقم 1، وده 2 3 4 5 و6، تمام، و7. تعالوا كده انا هفتح، بس مش هطول قوي، انا هفتح مثلا رقم 5 اهي. طبعا انا المفروض اعمل لكل جزئية منهم كتاب، ده فيه حرف الدبليو، وبعدين نطق حرف الدبليو او الدبليو معاه كذا حرف كده من جوه اهو، وشوية كلمات. ده مثلا كان الليفل رقم 5 اهو. هنا مثلا ثواني هفتح هنا الليفل رقم 4، وهنا مديني الاي وجنبها حرف الاي وتمارين عليها اهو، وده من جوه الكتاب رقم 4. كل دول كتب اللي هي الفونكس اكتيفيتي بوك، تمام اهي. طبعا الكتب حلوة جدا من جوه، بس تعالوا نشوف المجموعة التانية وهي الورك بوك، نشوفها جواها ايه. كده انا جمعت كل الفونكس اكتيفيتي بوك ديت اهوت في جنب اهو، وبفتح لكم اللي هي الفونكس ورك بوك، تمام اهو. بادئ لي برضو ب حرف الاس، وده الاكتيفيتي بتاع الكتاب، تمام. انا كده فهمت يعني الكتاب ده يا جماعه، كل ليفل من دول ليهم كتاب اكتيفيتي. كل ليفل من دول ليهم كتاب اكتيفيتي اهو. ده كان بادئ بالاس، وده كمان بادئ بحرف الاس، تمام. يبقى ده الاكتيفيتي بتاع الليفل 1. طبعا هي مختلفه شويه، ان مش كل كتاب بتتباع بالليفل بتاعه. هنا المجموعه دي بتتباع الفونكس لوحده والاكتيفيتي لوحده، نوع مختلف شويه من الكتب. ده ليفل 1، ده اهو ليفل 2، وكل كتب الاكتيفيتي ابيض واسود اهي. التمارين اهو مثلا 5 اهي، الاكتيفيتي همت، اهو دي الاكتيفيتي بتاع الايه، الكتب. طيب دول 7 كتب برضو، 7 كتب، تعالوا نلمهم وندخل بقى في الباقي. انا كده لميت اول مجموعتين من الكتب ديت، مجموعه الفونكس اكتيفيتي بوك، ودي اللي هي من جوه ملونه، ودي الاكتيفيتي لكل كتاب، تمام. في لسه عندنا 3 انواع من الكتب، وهي اسمها البابل بوك اهي. وتعالوا نشوف من جوه البابل بوك ده عامل ايه اهو. انا كده فتحته البابل بوك، البابل بوك ده شكله حلو قوي من جوه، مديني حرف الاس، ومديني اماكن للكتابه، ومديني شويه اكتيفيتي عليه، وبعدين حرف الاي. هي الجولي فونكس ماشي بنظام معين، ماشي بادئ من حرف الاس، مش عارفه ليه كل الكتب بادئ من حرف الاس، وبعدين اهو ده حرف الاي والاتش وتمارين عليه. البابل بوك ده حلو قوي قوي اهو، تمارينه حلوه. ده اول كتاب من البابل بوك. انا مش عايزه اكتر الفيديو، بس غصب عني المجموعه فعلا كبيره، المجموعه فعلا كبيره. ده اول كتاب من البابل بوك. تاني كتاب اهو، نفتحته يعني اول صفحتين كده ماشي اهو. هنا جايب ضفادع كده شكلها حلو،
والتمارين اهي بتاعت الكتاب من جوه. بحب اي كتاب يكون فيه تمارين كتير. اهي عندنا في المنصورة المدارس الدولية كلها يا جماعة، طبعا اللي هي الدولية التجريبية كلها طلبة تشتغل من الجولي فونيكس. كتب شكلها حلو قوي وشكلها منظم كمان وشكلها مدية تمارين كتير، ولكن هي ليها منهج مختلف بادئ من يعني مش زي الكتب العادية، بادئ من حرف الـ A اهو. ده الكتاب البابل نمبر 3 اهو، تمام. هنا مديني بدأ يديني جمل طويلة اهي، بدأ يديني جمل طويلة. الكتابين التانيين ما كانش فيهم جمل، كانوا اكترهم كلمات. دي كده الثلاث كتب اللي هم اسمهم البابل بوك. ناقص عندنا اخر كتابين كده اهو، كده 7 وكده 7 و3، تمام. فاضل عندنا كتاب الساوند لايك فن اهو، ده مش عارفه بقى كتاب هزار مثلا ولا ايه، بس هو برضو اهو جواه تمارين وجواه حروف ومترتبه ترتيب غير خالص، الاو بعدين اليو بعدين ال بعدين الاف البي والاي والجي اهو. برضو الكتاب ده حلو جدا. طبعا يا جماعة لإما المجموعة كلها بتتباع مع بعض، لإما الكتب دي بتتباع لوحدها، بس المجموعة دي ممكن تخرج لوحدها. آخر كتاب عندي وهو كتاب الجولي سونج، ودي يعني سونج طبعا اللي هي الأغاني. مديني شوية للمنهج شوية أغاني بالحروف أهو، طريقة نطق الحروف ولكن في أغنية. طبعا المجموعة بيكون معاها سي دي. محدش يقول لي الفيديو طويل، الكتب هي اللي كتير، ماليش دعوه.